اليوم نتكلم على موضوع جدا مهم وهو الزراعة المائية بدون تربة، طريقة وأيضا مميزاتها. طبعا الزراعة المائية بدون تربة أو ما يسمى بالهايدروبونيكس هو نظام زراعي مستخدم محاليل غذائية حتى توفر العناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات بدلا من التربة التقليدية، وتم زراعة النباتات في وسط مثل الرمل أو الحصى أو الألياف الزجاجية والرغوة البوليستيرينية، ويتم توفير المحلول المغذي للنباتات بشكل مباشر. ممكن أنه نستخدم أنواع مختلفة من الأنظمة المائية بدون تربة مثل نظام الرش ونظام التغذية باستخدام التنقيط. وتتميز الزراعة المائية بدون تربة من العديد من المزايا، من أهمها تحكم أفضل في محتوى العناصر الغذائية، حيث ممكن أنه نضبط المحلول المغذي بدقة حتى نلبي احتياج النباتات في كل مرحلة من مراحل النمو، وأيضا توفير للماء، لأنه تتطلب الزراعة المائية بدون تربة كمية أقل من المياه بنسبة توصل إلى 90% مقارنة بالزراعة التقليدية، وهذا يجعلها بديل جدا آمن وجدا أفضل من الزراعة التقليدية في المناطق اللي تعاني من نقص في المياه. وأيضا الميزة الثالثة هي نمو أسرع، حيث تساعد الظروف النموذجية للزراعة المائية بدون تربة على زيادة سرعة نمو النباتات وأيضا زيادة حجم الإنتاج. والميزة الرابعة هي توفير مساحة، لأنه تحتاج الزراعة المائية إلى مساحة أقل لأنه ما نستخدم تربة، فبهاي الحالة تسمح الزراعة داخل المدن أو الأماكن اللي ما تتوفر فيها مساحات كافية من التربة مثل الشقق. وصلنا لنهاية الفيديو، تكلمنا على 4 ميز للزراعة المائية وأيضا معلومات يعني مختصرة عن الزراعة المائية بدون تربة. إذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.